قد تخفي الشمس معالم الوجوه، لكنها لا تخفي أثر الأيادي. إلى الريف التركي وقبل 5 سنوات لجأ محمد كنجو قادما من سوريا، حاملا معه خبرته في مهنة تعلمها صغيرا، ووصل فيها إلى مرحلة متقدمة في عمله مع بقية أفراد الورشة من الأتراك. العلاقة بيناتنا أخوية، يعني ما في فرق مثلا، يعني أحيانا المعلم بيشتغل شغيل مثلا عودي ما في مشكلة، لأن هذا الشغل بده يمشي، يعني ما في فرق لا معلم ولا شغيل، كلياتنا مثل بعضنا، كلياتنا أخوي يعني، والشغل على أساس هذا ماشي. المشاريع التي تجمع في إنشائها عمالا سوريين وأتراكا صارت كثيرة بعد سنوات من وجود السوريين هنا، فتبادل الخبرات طور العلاقة بين الأفراد العاملين في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والزراعية وحتى ورشات البناء الصغيرة. أنا أعرف 5 أشخاص هنا، نحن نعمل سوية، هم متقنون لعملهم للغاية، وهنالك تفاهم كبير، نعمل كالإخوة وليست هنالك أي مشكلة تحول بيننا. كثير من الورشات في الريف التركي وحتى المدن تعتمد على الأيادي السورية في الإنتاج، خاصة أصحاب الخبرة من السوريين الذين أدخلوا نماذج جديدة كل عمل يشغلونه. السعي وراء لقمة العيش هو أول شيء جمع هؤلاء، ومع تطور العلاقة باتت الأيادي السورية حاضرة منذ بداية العمل في البناء وإلى آخر لبنة فيه. عباد منصور، تلفزيون سوريا، من ريف ولاية هاتاي، جنوب تركيا.